قد عودنا الرؤساء الفرنسيين ميتيران في 81 بفضل الأموال الجزائرية وبفضل مجهود مواطنين جزائريين في باريس أصبح رئيس. ثم نعرف كيف كان دوره في الجزائر. ساركوزي السيد ساركوزي أيضا مشى القسنطينة ودار تصريحات في هذا المجال، ولكن ختمها بأنه هو من مواليد الخمسينيات وبالتالي ما حضرش إلى الحرب الجزائرية أو الثورة الجزائرية والحرب ضد فرنسا، ولذلك هو ما يتحملش المسؤولية هذه. لكن بعدها مباشرة كرم مجرمي جنرالات المجرمين الفرنسيين، كرمهم باسم الدولة الفرنسية لأنه أصبح رئيس، وبالتالي أعطاهم أوسمة ونياشين على ما قدموه لفرنسا. ماكرو يقول نفس الكلام نفس الكلام، ولا واحد فيهم مثلا ألغى قانون العار المؤرخ في 23 فبراير 2005 الممجد للاستعمار الفرنسي في شمال افريقيا، وبالتالي والقصد منه هو الجزائر بصفة خاصة. إذا يبقى مجرد مناورات ومجرد كلام يستهلك للرأي العام الداخلي والخارجي، ولطمأنة من هم في خدمة المشروع الفرنسي سواء داخل الجزائر أو خارج الجزائر. وبالتالي السيد ماكرو هو على أبواب الانتخابات للعهدة الثانية، وتهدئة الوضع في الجزائر يساعد كثيرا على العودة إلى العهدة الثانية. لذلك أنا لا أثق فيما يقولون ولا أعتمد ما يقولون بجدية، ولكن هذا المستعمر الفرنسي بيننا وبينهم تاريخ، وبالتالي يجب أن نتعامل إما بالندية أو لا نثق في هكذا كلام.